السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما توقعنا في أكتر من فيديو قبل كده إن أدوب هتخش في فكرة الذكاء الصناعي ده، وهيبقى مدمج في البرامج بتاعتها، يعني هيبقى مدمج في الفوتوشوب، هيبقى مدمج في الأفتر إفكت، في الأدوب بريمير، كل الحاجات دي، كل البرامج، كل أصلا البرامج هيبقى فيها جزء أساسي خاص بالذكاء الصناعي. ففعلا أدوب بدأت بفاير فلاي، وقريب أوي هتلاقي كل البرامج اللي أنت بتشتغل بيها فيها الفكرة دي. مثلا تكست افكت، تمام، بكل بساطة خلينا في الصوت، مجرد بس ان انت تختار الشكل وتكتب اللي انت عايزه يبقى انت عندك الحاجة بالشكل دوت. يعني مثلا هي كتبت ايجيبت، تمام، تبدأ تظهر بالشكل دوت. طيب هو حتى الآن لازم اعمل ريكوست اكسس عشان اقدر يبقى عندي صلاحية ان انا اعمل حاجة زي كده. فبيقول لي اكتب بقى الادوب اي دي بتاعك والدولة، والحاجات اللي انت تستخدمها، ونكست بيج. تبدأ بقى ايه، خلاص هيجي لي ان شاء الله موافقة ان انا ابدأ اشتغل بيه. هو في حاجات كتير جدا دي، بس ايه اللي سامحوا بيها، لكن عندك ريكولر فيكتور، لو حاجة عندك فلتر تكست تو ايمج، تمام. فدي يعني زي ما تقول اول غيث قطرة، بعد كده هتلاقي كل البرامج بقى فيها الموضوع ده. تكست تو فيكتور، في بيرسوناليزد ريزولت، في ان مثلا اتعلم على جزء معين، تمام. فزي ما تشوف ادوب بدأت تاخد الخطوة. في ناس كتير بتخاف من الذكاء الاصطناعي، لا، الذكاء الاصطناعي انت ممكن تستخدمه في الشغل بتاعك، ممكن يكون انت عندك شركه فتبدا تشوف الذكاء الاصطناعي ممكن يفيدك ازاي في الشغل بتاعك، تطوره ويحسنه، وبدل ما انت كنت بتخدم 100 واحد لا تقدر تخدم 1000 واحد، 10000 واحد بالامكانيات بتاعتك. تستعين بالذكاء الاصطناعي ولا تخاف، لان هو جاي فلازم تستقبله يعني.